بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 16 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قررنا بالأمس وقبل الأمس أن الحاكم إذا كان ظالما نصبر على ظلمه ونطيعه في المعروف ولا نطيعه في المنكر، وهل نتركه على ظلمه مطلقا؟ ولكن لم يقل أحد أننا نتركه على ظلمه مطلقا، نصبر على ظلمه ولكن ينصحه العلماء ولا يخرجون عليه ولا يأمرون الناس بالخروج عليه حتى لا تصير المسألة صراع على السلطة، فنحن لا نحب الصراع على السلطة ولكن نحب أن يكون الحكام على حالة مرضية. فالوسيلة نترك الخروج عليهم بالقتال حتى لا تصير صراع على السلطة، ولكن ينصحهم العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون أماكن المخالفة وهم الذين ينصحونهم، أما الجهل فلا يعرف متى خالف ومتى لم يخالف، وبالتالي الذي ينصح الحكام هم العلماء وليسوا الرعاع والعوام والجهل والبلطجية وغير ذلك من طوائف الناس. الذين ينصح الحكام هم العلماء لأنهم عندهم حسن تأتي في طريقة النصح، وأيضا يعرفون متى يخالف الشرع ومتى لا يخالف الشرع، فالذي يقوم بواجب النصح هم العلماء. وترك قتالهم ما صلوا، يعني ما داموا على الإسلام ونحو ذلك، أي وما يشبه ذلك، يعني ما فعلوا من سائر شعائر الإسلام. شجعوا الناس على حفظ القرآن، شجعوا الناس على بناء المساجد، أمروا الناس أن هم يشهروا الأذان في المآذن وأنهم يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، يعينوا الضعيف، يجعلوا هناك قوانين لتنظم حياة الناس، يبقى هم أحسنهم بيحسنوا. مع إحسانهم هذا أحيانا يخطئوا في بعض الأمور، الذي يدرك الخطأ هم العلماء فينصحونه، ولكن المسألة ليست صراع، المسألة نصيحة، الدين النصيحة وليس الدين صراع، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صراع بين الناس، بل تناصح ورحمة وشفقة وإحسان، هكذا تبنى الحضارة، وبغير ذلك يعم الفوضى والدمار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 604، قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سالم، يعني من عرف المعروف برئ ومن أنكر المنكر سالم، ولكن من رضي وتابع أي على المنكر. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما داموا مسلمين لا نقاتلهم، ليس المسألة ليست صراع.
إذا قتلتهم يأتي من بعدهم من هو أسوأ منهم، لأن عند الفوضى الذي يفوز في نهاية الفوضى هو أسوأ الموجودين وأكثر الناس مكرا في الموجودين، هو الذي يأخذ الحكم بعد ذلك. وعن أبي قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا الحسن عن ضبة ابن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، لأنهم ليسوا بمعصومين، لا نبي بعد نبينا، العصمة للأنبياء، وغير الأنبياء يجتهدون، والمجتهد معرض أن يخطئ ومعرض أن يصيب. عليكم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ. الذي يكره هو العامي، والذي يتكلم هو العالم، يعني العام يكره بقلبه ولا يشارك في المنكر وينصرف إلى ما أقام الله فيه، والعالم يتكلم ويوضح كيف الخروج من هذا المنكر. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع على المنكر يعني. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ يعني ألا نصارعهم؟ مسألة صراعية. قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أي هنا ده التفسير ده من الراوي مدرج، يبقى من أول كلمة أي ده كلام من الراوي، كلام النبي خلاص خلص بعد قوله قال لا ما صلوا، كلام النبي انتهى. وكأن ايه يريد الراوي انه يبين معنى فمن كره، قال اي من كره بقلبه وانكر بقلبه ولم يشارك. وعنه به قال: وحدثني ابو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا المعلى ابن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة، الحسن هو البصري، عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. يعني كأني عكس عن الرواية الثانية، الرواية الأولانية قال إيه؟ قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. هنا قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. يبقى الصحابي بيروي بالمعنى، النبي قال لفظة واحدة والصحابي بيروي بالمعنى، فهمت بقى؟ حسب ما يتذكر. والصحابة مؤتمنين على المعنى، لماذا؟ لأنهم كانوا فصحاء يعرفوا اللغة، فإذا استبدل كلمة مكان كلمة يستبدل الكلمة الصحيحة في الموضع الصحيح دون أن يغير المعنى، ولذا يجوز الرواية بالمعنى لمن عرف وأتقن اللغة ومفرداتها والمعاني، فيؤتمن عند الرواية بالمعنى من أن يحيل المعنى إلى معنى آخر. أما الذي لا يدرك هذا فلا يجوز له الرواية بالمعنى مطلقا، بل عليه أن يروي بالنص. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. وعن أبي قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع ولم يذكره. يعني الزيادة زيادة الثقة في الرواية السابقة لم يقلها في هذا الإسناد. باب خيار الأئمة وشرارهم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قررة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعو لكم وتدعو لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، النبي لا يحب الصراع والمصارعة من أجل دنيا وسلطة، والله يحكم بين العباد، أنت الذي لا تحكم بين العباد، الله هو الذي يغير الأقدار، أنت لا تغير الأقدار. فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، يعني اتركوا عمله بس خلاص، ولا تنزعوا يدا من طاعة. يعني إذا أمروكم بمكروه أو حرام ما تعملوهوش، وانصرفوا إلى بيوتكم أو إلى أعمالكم وخلاص. وقلنا أكثر من مرة أن الظالم إذا أمر بالظلم ولم يجد أعوانا على تنفيذ ظلمه لكف ظلمه، لأن لا يستطيع أن يظلم إلا بأعوان، فلو الأعوان لم يعاونوه على ظلمه انكف الظلم ببساطة بغير صراع. وعن أبي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن يزيد ابن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني هل تصلون يعني تدعو لهم، ولا لما يموتوا يعني نكبر عليهم أربعة ونحضر صلاة الجنازة، وإنهم يحضروا صلوات الجنازة على الناس فيصلوا مع الناس؟ تحتمل ده وتحتمل ده، تحتمل يحضروا صلوات الجنازة، وتحتمل أيضا أنهم يدعون لإيه؟ لرعيتهم، أن ربنا يصلحهم ويصلح حالهم، والرعية تدعو للحاكم اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. والآن إذا دعا الداعي للحاكم يقول عليه أنه عالم سلطة، شيء عجيب. والنبي يأمرنا أننا ندعو للحاكم، وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين، لأن صلاحه تصلح به الناس، أما الدعوة إن خاصة بإنسان فصلاحه يعود على نفسه فقط. والآن أصبح كثير من الناس يتنصلون من الدعاء للحكام بالصلاح مخافة أن يظن بهم السوء، والنبي أمرنا أن ندعو لهم لأن في صلاحهم صلاح الإيه؟ الأمة. وتصلون عليهم يعني تدعون لهم، تصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة
ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قربة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قربة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد، وقال رزيق مولى بني فزارة. قال مسلم: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن مسلم بن قربة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يرحمكم الله. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. يعني إذا فوجئ أمير من أمراء المسلمين في موقف من المواقف أنه يحتاج أن يقاتل وقرر القتال، لابد أن يأخذ البيعة، يعني الطاعة. وهو القانون المصري بيقول كده، ان اذا اراد الحاكم انه يقاتل لابد من موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. يعني موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعني يبايعوا على الطاعة، لابد ان يبايعهم ويتفق معهم. اذا اراد القتال لابد ان يتفق معهم ويحددوا الخطة، متى يقاتل وكيف يستعد وما هو الهدف وكيف يبدأ، كل دي تفاصيل. فديننا دين نظام وليس دين غلبة وقهر وصراع بلا ضوابط. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، يعني يأخذ موافقة إيه؟ أمراء الجيش، قوات الجيوش، لابد أن يقتنعوا أن القتال فعلا محتاجينه وأن ما فيش وسيلة إلا القتال، قد تكون هناك وسائل أخرى غير القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400. يوم الحديبية ده كان في السنة السادسة من الهجرة، لما أراد النبي أن يعتمر فخرج للعمرة لا يريد قتالا، فمنعته ايه؟ كفار قريش ان يدخل ليعتمر وهو على مشارف مكة عند الحديبية، والحديبية اسم بئر ماء على مشارف مكة، وكان عددهم 1400. وجاء في البخاري ثلاث روايات 1300 1400 1500، فهم بأي عدد، والثلاثة صحيحة برواية البخاري. فبعض العلماء قالوا هم كانوا قرابة 1400، وبالتالي اللي قال 1400 قربها، واللي قال 1500 قربها على سبيل التقريب. واضح؟ يعني انت ما يعني في التقريب في الرياضة، اما يبقى ازيد من ثلاثة تقربوا الخمسة، مش كده برضه؟ وهم كانوا ازيد من 300، 1300 وكسور، و60 و70 او 80، فقال 1400. واللي قال 1300 شال الكسر، واللي قال 1500 جبرها على سبيل التقريب وخلاها 1500 عشان تبقى عقد من العقود، نصف عقد يعني، العقد هو العشرات ونصف العقد هو الخمسات، فلا تناقض في الروايات. فاللي قال 1300 حذف الكسر، واللي قال 1400 جبر الكسر الى اقرب 100، واللي قال 1500 جبر الى اقرب نصف عقد وهي الخمسة، فهمت؟ فلا تناقض في الروايات. قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة يعني شجرة
ايه كانوا يسموها سمرة، ويعني زي شجر كده بيطلع منها يعني شوك وكده وحاجات، شجر صحراء سموها سمرة. وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، بايعناه على ألا نفر في القتال. وفي روايات تانية بايعناه على الموت، لأن عدم الفرار والثبات قد يؤدي إلى الموت. فالتاني فهم عدم الفرار أنه يؤدي الموت فعبر عنه وبايعناه على الموت، يعني لا نفر ولو قابلنا الموت، هذه معنى فهم. والتاني اللي قال لا نفر يعني اللفظ اللي قلناه، قلنا لا نفر وقلناش بايعناك على الموت، لأن الموت ليس هدف، ليس الهدف أن أموت، بل الهدف هو أن أصبر ولا أفر. فهمت بقى؟ فكل يروي البيعة بالطريقة التي فهمها. فالذي فهم أن عدم الفرار قد يؤدي إلى الموت فقال بايعناه على الموت، يبقى إيه؟ على ما فهم أن عدم الفرار قد يؤدي إلى الموت. والذي قال ولم نبايعه على الموت لأن ليس الموت هو الهدف، الموت الهدف هو الثبات وعدم الفرار. واضح؟ فبرضه ما فيش تناقض في المعاني. اللي قال على الموت يقصد ليس هو القصد الموت، أي الثبات ولو أدى إلى الموت. فهمت بقى المسألة؟ لأن في ناس تيجي تقرأ السنة يقول لك شوف روايات، يقول لك مرة بايعناه على الموت، ومرة يقول لك لم نبايعه على الموت بل بايعناه على الثبات. هي إيه؟ حصل إيه بالظبط؟ ده كده تناقض، يقوم يترك السنة. هو مش قادر يفهم لغة العرب، إن كل عربي بيروي حسب ما يفهم. واحد بيروي بالمقال، واحد يروي بنفس اللفظ. وهكذا. دي طبيعة الناس. احنا كده بمجموعنا كده لو حضرنا حادثة واحدة وكل واحد حكاها هيحكيها بطريقة شكل، واحنا كلنا مجموعين شايفين حادثة واحدة. فكذلك الصحابة. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، انما بايعناه على الا نفر. كانه بيعترض على اللي ايه اللي قالوا لفظه الموت، يعني لان في ناس قالوا بايعناه على الموت، ام سيدنا جابر قال لا، الموت ليس هدف، ده احنا بايعناه على الا نفر. فهمت بقى المساله؟ والتاني فهم ان عدم الفرار والثبات معناه انه يؤدي الى الموت، فقال بايعناه على الموت باعتبار مآل الثبات قد يؤدي إلى الموت. فهمت بقى؟ فكل واحد عبر عنها على حسب ما يفهم. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 14 مئة، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه، غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره عشان ما يبايعش، يعني لأنه كان الظاهر إيه كان من المنافقين. وعن أبي قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالب قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، قال لا ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد، قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لرأيتكم لأريتكم موضع الشجرة. قال جابر لو كنت، لأنه بيقول لهم هو كبر، كان كبر في السن ونظره ضعف، فبيحكي الرواية دي بعدما كبر في السن وضعف بصر، قال لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة.
وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. شفت بقى؟ يبقى من باب ايه؟ التقريب الى اقرب نصف عقد، ودي عادة العرب كده. اقرب نصف، انت ما تشتري حاجة بالف وربعمية تقول جبتها بالف وخمسمية تقريبا، يعني عادة الناس كده. وبيتكلم هنا على ان بئر الحديبية كفتهم شربا واستحماما وجمعا من مائها ببركة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا وبثق فيها فجاشت، لانه عندما وصلوا لبئر الحديبية كانت يعني تبض بماء قليل ضعيف، فالنبي دعا وبثق فيها فجاشت وجاست بالسين والشين، جاشت وجاست يعني كأنها ايه، يعني انفجرت وكسرت وفارت وسالت على الارض من كسرتها. فبيقول لو كنا يعني 100,000 كانت كفتنا، احنا كان عددنا بس 1,500. ادي معنى كلام. فيبقى الحديث هنا في اختصار. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس حا قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100، يعني كفانا ماء الحديبية شربا وجمعا وغيره. وعن ابي قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش قال حدثني سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1,400. وعن ابي قال لانه رواها في ايه مواضع مختلفه، سيدنا جابر عاش سنين طويل، فمره رواه وهو شاب، ومره رواه وهو كهل، ومره رواه وهو عجوز كبير بعدها 20-30 سنة، فمره قال 1,400، ومره قال 1,500، ومره قال 1,300، على حسب ايه عادة العرب، مرة ايه يحذف الكسر، ومرة يكبر الكسر، ومرة يكبر الى ايه يكبر الى الى العقود وانصاف العقود، وهكذا عادة الناس كده. هم متصورين جابر قاعد في قاعدة واحدة قال لهم 1,400 1,300 1,500، مش في قاعدة واحدة، ده عاش سنين طويلة جاوز 80 من عمره، حكاه وهو عنده 20 سنة، وحكاه وهو عنده 30 سنة، وحكاه وهو عنده 40 سنة، وحكاه وهو عنده 50 سنة، وحكاه وهو عنده 60 سنة، وكل مرة يحكيها بطريقة شكل يكبر كسر يخصب كسر يعمل عادي، عادات العرب هكذا. فلا بد أن تقرأ السنة بصدر متفتح وبطريقة تفهم فيها اللغة العربية وتفهم طبيعة العرب في استعمال اللغة بتاعتهم ازاي بيتكلموا، مش تخش كده تهجم عليها وانت مش فاهم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكان أسلم ثمن المهاجرين. وعن أبي قال وكان أسلم ثمن المهاجرين. وكانت أسلم دي قبيلة يعني من القبائل. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وده يبين لك أن المصنفين الإمام مسلم هو بيجمع السنة كان فاهم أن عادات العرب كده، فيثبت الرواية ل 1,400 ويثبت الرواية ل 1,500 ويثبت الرواية ل 1,300 وما يعتبرش ان ده تناقض ولا يلعب في الايه في الروايات، يكتبها كده زي ما وصلت له لانه لا يجد انها فيها تناقض، مفهومة عادية. فهمت بقى ازاي؟ عارف لو كان شعر ان في تناقض يقعدوا يتلاعبوا ويبدلوا الارقام، لكن امة النبي لا تفعل ذلك،
أمة النبي كانت تفهم العربية وتفهم كيف تحكى الأحداث وكيف أن العرب يتعاملون بلغتهم ويستعملونها بتوسع، فكانوا يثبتوا اللفظ على ما هو عليه دون تلاعب ولا تبديل، بخلاف النصارى كل ما يعجلهم إنجيل كل سنة طبعة مزيدة ومنقحة ويخصم هنا ويعدل هنا ويغير لفظ هنا، بيكتبوها كده طبعة مزيدة ومنقحة. مين اللي هيزودها؟ وين هينقحها؟ فهمت ازاي؟ دي المشكلة. لكن احنا ما عندناش طبعات مزيدة ومنقحة، كلها طبعات ثابتة وموثقة ومفهومة عند لغة العرب، وإن كان في ظاهرة بعض التعارض إلا إن هذا التعارض مفهوم عند العلماء، يفهموا ويعرفوا إزاي يأولوه، ولذا ليس عندنا تناقض ولا عورات نخفيها، ديننا واضح والحمد لله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم ابن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة، قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، قال فانطلقنا في قابل، يعني في العام اللي بعديه، يعني فانطلقنا في قابل أي في العام الذي يليه حاجينا، يعني نريد الحج، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. يعني وهم راجعين بعد سنة معديين بقوا محتارين، هي فين الشجرة اللي النبي بايع فيها؟ يا ترى دي ولا كانت هنا ولا كانت هنا؟ خفي عليها عليهم ايه مكانها يعني. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال فنسوها من العام المقبل، يعني نسوا موضعها مكانها على التحديد يعني. وكأن الله أراد أن ينسيهم ذلك حتى لا يقدسها الأعراب والجهلة من باب سد الذرائع. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وجابر قال ما بايعناهوش على الموت، على ألا نفر. سلمة بن الأكوع قصد أننا لا نفر ولو متنا، فهمت بقى؟ لأن البيع الموت لا يبايع عليه لأنه ليس مقصودا لذاته، المقصود هو الثبات والصبر عند ملاقاة الأعداء، أدي معناه. يبقى كل عبر عنها بطريقة فهمه. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وعن سلمة بمثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دل على أنهم بايعوا النبي على الموت، على مفهومهم الموت يعني إيه؟ يعني على الثبات مع النبي ولو أدى إلى الموت. ونقف على باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا.
بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.